مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعيون عربية. ميزة جديدة وصلت إلى تطبيق السناب هي ميزة الأماكن التي زرتها. هذه الميزة حبيت أشرح لكم إياها بشكل مبسط، إنه أي مكان أنت تروح عليه راح ينخزن عند السناب. وطبعا الكاتبين هنا إنه عندما لا تكون في وضع الشبح، طبعا هذه فقط راح تكون مرئية لك، يعني الجميع ما حد راح يشاهدها، لكن هذه الميزة جدا مهمة وجهة نظري، إنه أنت تقدر تعرف الأماكن اللي زرتها كلها موجود، راح تكون مخزنة على الهاتف. فالشيء الجديد انه هم راح يحسبون، ستكون اولى خطواتك مستندة الى اللقطات في الذكريات الخاصة بك، لذا ستظل حياتك السابقة محتسبة. يعني وين رحت انت سابقا كلها راح تكون تحتسب لك، وين انت رحت وسافرت. فهذا الشيء اللي موجود حاليا، اتمنى فدتكم، وهذه الميزة وصلت هذا اليوم أعتقد إلى الجميع. تحياتي لكم، مع السلامة. قبل ما أنهي الفيديو فقط حبيت أشير شلون راح نعرف الأماكن اللي زرناها. فراح تدخل هنا على الخرائط مثل ما تشاهدون، وراح تروح على الأماكن تمت زيارتها، ولو رحت هنا على البحث راح يظهر أصدقائك وين حاليا الآن موجودين في البحث. تحياتي.